نخش بقى على اخبارنا ونخش على يعني التحديات اللي في الفتره اللي جايه هتواجه عندنا المنتخبات بتاعتنا، وكمان مش بس المنتخب المصري، الفرق المختلفه كمان. نتكلم عن فتره التوقف الدولي كمان اللي بنلعب فيها او بتلعب فيها كل المنتخبات مباريات وديه، وبتتكلم كمان عن يعني رسميه قبل الدخول بقى في منافسات البطولات المجمعه. كلام محترم جدا لحد هذه اللحظه. طيب عندنا ايه بالظبط بقى؟ خلينا نقول لحضراتكم الجدول بتاعنا. عندك ثلاث بطولات كبيره جدا، عندك يورو اوروبا، وعندك كمان كاس الامم الافريقيه وكاس الامم الاسيويه. انا حابه اتكلم عن منتخب مصر في الاول اللي لعب اول امبارح يا كريم، كان اخر مباراه ليه في تصفيات طبعا الكان امام منتخب اثيوبيا، وانتهت بفوز مصر بهدف، وطبعا كلنا تابعنا هذه المباراه وسجله طبعا مصطفى فتحي في الشوط يعني او في شوط المباراه الاول عن طريق طبعا كمان اللعب اللي كان جميل جدا والوان تو وان مع عمر مرموش. اللي انا عايزه اقوله كريم برضو ان انت بتتكلم عن اللعب اللي كان او كانت مباراه متوازنه، خلينا نقول لحد كبير جدا، او كان المفروض كمان ان احنا نظهر، كنا نقدر خلينا نقول نظهر بشكل افضل من كده، خصوصا المنافس مش افضل حاجه، وده اللي بحبه دايما اقف عنده. طب هو انت ليه في المباريات اللي هي بتكون الى حد ما سهله ما بتبقاش قادر ان انت تقدم افضل كمان نتائج؟ يعني ده السؤال اللي اوقات الواحد بيقف عنده شويه. يعني انت بتبقى داخل المباراه ما بتقولش في مباراه سهله وصعبه، بس بيبقى عندك امكانيه ان انت تقدر يعني تلعب مباراه وتفوز فيها بسهوله، لكن ده ما بيبقاش قوي حاصل. فاحنا عايزين نقف شويه عند النقطه دي. بس على كل حال طبعا لما جينا اتكلمنا يعني المباراه في العموم كانت مش سيئه، انت عندك برضو افضل من مهاجم، عندك مصطفى محمد يعني برضو من المهاجمين الكبار جدا، عندك مصطفى فتحي، لكن برضو خلينا نقول ان في الاول وفي الاخر اللعب الجيد جدا ما كانش بيترجم بعدد اجوال يعني اللي احنا كنا نتمناها. فنتمنى طبعا الافضل، لكن في الشوط الثاني ارتفع الايقاع برضو زي ما احنا تابعنا ايقاع اللعب بشكل كبير جدا. ففي النهايه خلينا نقول يعني ان احنا قدمنا اللي نقدر عليه، لكن نتمنى يا كريم يكون في شغل محترم ومختلف تماما من الفتره كمان القادمه، لان احنا مش هنقدر ان احنا ما عندكش رفاهيه ان انت تخسر بطوله، هي دي النقطه في الاول وفي الاخر.